بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب من تمسك بكم سادتي، وأمن من لجأ إلى حصنكم، طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. صلوا على محمد وآل محمد. الله سبحانه وتعالى إخواني خلق هذه المخلوقات بأجمعها، لكن من بين هذه المخلوقات كرم الإنسان، ولهذا شو تقول الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد كرمنا بني آدم. الله كرمنا، إحنا كرمنا بماذا؟ هسه يختلفون العلماء بماذا كرمنا الله سبحانه وتعالى، لكن أصح الآراء أن الله كرمنا بماذا؟ بالعقل. ولهذا هذا العقل به يثاب الإنسان وبه يعاقب. وأول ما خلق الله كذلك ماذا؟ العقل. لكرامة الإنسان الله سخر له كل شيء. الآن شوف، احنا عندنا مثلا، أجلكم الله عفوا، عندنا حيوان يملك له مثلا نص متر أرض، ها؟ ما عندنا حيوان يملك له قاع ولا هالكثر مولانا، لا عنده سند طابو ولا عنده شيء. لكن الآن الذي يتصرف بالأرض ياهو الإنسان، الذي يتصرف بالسماء منه الإنسان، معادن الأرض، معادن السماء مثلا، ها، خيرات الأرض، خيرات السماء كلها ترجع وين؟ ترجع للإنسان، ها؟ وسخرها الله سبحانه وتعالى إلى الإنسان، وسخر المخلوقات إلى الإنسان. يعني هذا مخلوق وأنا هم مخلوق، زين، لكن هذا المخلوق أنا أذبحه وآكل لحمه، هذا المخلوق أصعد عليه يوصلني من مكان إلى مكان، هذا المخلوق الله سخر لي، سخر السماء وسخر الأرض وسخر لي كل شيء. ليش مولانا؟ لكرامتي. هاي الكرامة ما هي؟ العقل. ولهذا الإنسان يستطيع أن يعبد الله أو يعبد الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بعقله. هذا يوم من الأيام أكو واحد مخبل مجنون مر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا كان بطبع خاص. يعني الشاهد أنه قال له يا رسول الله، في حديث رواية جدا طويلة، فقال له يا رسول الله هذا مجنون. النبي رد عليهم قال لهم أتعرفون من هو المجنون؟ من المجنون؟ قالوا له من يا رسول الله؟ ظل يفصل لهم، قال لهم هذا علي، هذا الفاقد عقله المخبل المجنون، هذا شنو؟ علي المريض. أتعرفون من هو المجنون؟ من هو يا رسول الله؟
أنت صفات كثيرة، لكن نتيجتها شنو مولانا؟ نتيجتها من أعطاه الله العقل، المجنون ياهو، من أعطاه الله العقل ولا يستفيد من عقله، ولهذا يعصي الله مع وجود عقله، عاقل ويسرق، عاقل ويزني، عاقل مثلا وغيبة، عاقل ونميمة، عاقل وظلم، هذا مو عاقل، هذا بالأصل شنو؟ هذا مجنون، هذا اللي ما عقل، ذاك مريض عليل يعني، ها؟ بس هذا بالذات هذا هو المجنون، ها؟ ولهذا الله سبحانه وتعالى سخر لنا كل شيء وأعطانا نعما لا تعد ولا تحصى. هذه الآية تشير إلى هذا المعنى. زين، قبل لا أبدأ أنا أقرأ لك الآية من جديد، نصف الآية، خاطر نشوف المضامين اللي بيها. الآية شو تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا الآية في سورة لقمان آية 20. بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. ليش قال ما قال من؟ احنا نعرف على أن اسم الموصول نوعين، اسم الموصول نوعين، عندنا اسم موصول خاص وعندنا اسم موصول عام. اسم الموصول الخاص معروف، الذي، التي، الذين، اللواتي، اللذان، اللاتي، هذا اسم موصول خاص. اسم الموصول العام نوعين، ما ومن. ما أعم من من، من لا تطلق إلا للعقلاء بس للعاقل، ها؟ يسبح لله من في السماوات ومن في الأرض، ها؟ هذه من تطلق المن للعقلاء، لكن ما كلمة اسم موصول عام تطلق عامة للعاقل ولغير العاقل. هسه شوف الآية شو تقول، شوف الآية شو تقول. ألم تروا أن الله سخر لكم شنو؟ ما توجهتوا؟ ما في السماوات وما في، ما قال من، قال ما، يعني مولانا اسم موصول عام للعاقل ولغير العاقل، يعني هذه الحيوانات، هذه كل شيء، الشجرة أنت تقطعها هي عندها حياة بعد، ها ولا؟ هذا جسم نامي، إذا نامي يعني به حياة، فأنت تقطع الشجرة تسويها نار، تقطع الأثمار تأكلها، الحيوان كذلك، وهالمجرة هذه، ها؟ الله سخر لك ما في السماوات وما، وشوف الدقة يعني، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة. طبعا النعم الظاهرة غير النعم الباطنة، هسه أتطرق لها إن شاء الله. زين، هذه الآية، هذا المقطع، زين، تسخير السماء والأرض والنعم، إشارة إلى مولانا الآيتين. إحنا عندنا آيات يسمونها آيات الله سبحانه وتعالى، شوي نتحزن شو مولانا. زين، الله سبحانه وتعالى شلون نستطيع أن نعرف الله؟ إحنا شلون نعرف الله؟ يعني أسباب معرفة الله جدا كثيرة. شلون تعرف الله؟ هسه يجي لك واحد يقول لك ويا الله ما موجود، ثبت لي الله موجود، انت شو تقول له؟ تقول له اكو اسباب كثيره، ها؟ اكو اسباب كثيره تفضي وتثبت على ان الله شنو؟ موجود. من جمله هذه الاسباب يسمونها ايات الافاق والانفس. ايات الافاق والانفس تدل على وجود الله. شنو يعني؟ انت اذا اردت ان تثبت وجود الله فعليك باثار الله، عليك بمخلوقات الله، عليك بما خلق الله تعالى، تقدر تثبت عن طريق ما خلق الله، عن طريق آثار الله، تستطيع شنو مولانا؟ تثبت وجود الله سبحانه وتعالى. عرفت شلون؟ هذن الآيات اللي تثبت وجود الله نوعين، آيات الآفاق وآيات الأنفس. آيات الآفاق يا أهل مولانا، آيات الآفاق، جزاك الله خير مولانا، صلوا على محمد وآل محمد. أحسنتم ولا جزاكم الله خير. آيات الآفاق مثلا السماء، الأرض، الشمس، القمر، الليل، النهار. شوفوا مولانا عجيب، منذ خلق الله الأرض، ها؟ الآن الشمس والأرض في حركة متناسقة عجيبة إخواني. أقرأ يعني القرآن، والشمس والقمر بماذا؟ بحسبان. بحسبان يعني شنو؟ تتحرك حسب إطار وبرمجة دقيقة جدا،
تعرفون ورانا شلون؟ يعني مثلا هسه هذا احنا عندنا في المنظومه الشمسيه، شوف اخواني، شوف حبيبي، هاي المنظومه الشمسيه، احنا نعيش في منظومه تسمى المنظومه الشمسيه، فيها ملايين لا بل مليارات الكواكب، زين، اللي نعرفها واللي ما نعرفها. هاي الشمس شنو بيها؟ بيها جاذبه. هاي الشمس شنو بيها؟ بيها جاذبه، تجذب ماذا؟ تجذب الكواكب، الكواكب تجذب، بس بالاضافه الى جذب الكواكب هن يتحركن حول الشمس، يسمونها القوة الطاردة من المركز والقوة الجاذبة. الشمس فيها جاذبة وهن يتحرك المولانا، يصير القوة شنو؟ طاردة. يعني الآن جيب لك تمن عيش، تمن يابس، خليه صينية، ها صينية، صينية يسمونها صينية بعد هذه، خلوا بيها بالوسط، خلوا بالوسط، وانت فر الصينية، التمن هذا العيش يبقى بالوسط، لو يتناثر يتناثر ما يضل. هذه القوة، هذا الدوران يسمونها القوة الطاردة عن المركز، قوة طاردة عن من؟ عن المركز. هسه هذه الكواكب قاعد تفتر حول الشمس هيك، ها قاعد يفتر دوران عدا حول الشمس، فكون تتناثر الكواكب، واحدة منا، القمر منا، المريخ منا، ذاك منا، متناثرات من كل مكان، ها. لكن يا هو اللي يثبتها جاذبة الشمس، الشمس بها جاذبة، هي تجذب وهن يطردن، فيصيرن على خط ممتد، سبحان الله. ها؟ الآن منذ خلق الله الأرض والسماء والشمس بشكل عام، الشمس ما اقتربت من الأرض ولا الأرض اقتربت من الشمس، لو نقترب من الشمس وبعد الفاتحة، زين، يعني نحترق بعد خلاص ولا عمولانا. لكن شوف النظام الدقيق والفاصلة الدقيقة، واحد ما يقترب للثاني، شنو هالأعاجيب، شنو هذا يعني، شنو مولانا، ها؟ احنا الان القاع شلون تفتر؟ الحركه الوضعيه والانتقاليه للارض، الارض ايش تفتر؟ صح ولا لا؟ تفتر حول نفسها. اذا افترت فره كامله حول نفسها كم ساعه؟ 24 ساعه. تفتر حول الشمس ايش قد مرانا؟ سنه، صح ولا لا؟ 12 360 يوم او 65 يوم. زين، هذا من تفتر الارض، ايش تفتر؟ تفتر بينا، قاعد تفتر بينا هذا الارض، من تفتر بينا، احنا كنا نطشر مثل التمن بالصينيه، زين، كن ماكو واحد هسه، احنا نكون معلقين بالهواء هسه، ما حد يقدر يركض نفسه، زين، لان قاعد هي قوه طارده عن المركز، زين. لكن بالمقابل الله اودع في الارض شنو مرانا؟ جاذبه، وانت تمشي الكون كله قاعد يفتر، سبحان الله. هاي المنظومه الشمسيه هي المنظومه الشمسيه قاعد تدور حول منظومات اخرى، هالنوب هذه المنظومات تدور حول منظومه، سبحان الله، يعني كله دوران، كله دور، واحنا قاعد نمشي مرتاحين وننام، لا نحس بدوخة، لا نحس بدوران، لا نحس بكذا، سبحان الله. زين، الآن أشيل إيدي مولانا، أمشي على كيفي، أمشي أنام، زين، هذه تسمى آيات الآفاق، هي القاع، هاي القاع، هاي الأرض، هذا النظام الدقيق يحتاج إلى مدبر وخالق، لو ما يحتاج، يحتاج أكيد. هذا المغزل، مغزل المرأة، هذا المغزل، مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك الإمام الصادق عليه السلام، واحد سأله قال له أثبت لي وجود الله، مر على عجوز قاعد تغزل، المغزل هذا، المغزل، تعرفون المغزل شنو؟ نظر إليه، قال له إن رفعت العجوز يدها عن المغزل يدور المغزل؟ قال له لا سيدي، شلون يدور؟ مو معقول يدور. قال له هذا المغزل يحتاج إلى واحد شنو؟ يديره، ها؟ يدير، يكون يدير المغزل، عشان هذا الكون كله ما يحتاج إلى مدير وإلى مدبر وإلى خالق، هذا النظام كله، وهذا يعني كله صدفة، صدفة ما يصير، هذا صدفة، هذا صدفة، هذا صدفة، مو كله صدفة، صح ولا لا؟ فإذا هذا شيء يريد طاقة، وهذه الطاقة لا يوفرها إلا الله سبحانه وتعالى. ولا أنت الأرض اللي قاعد عليها من المصنوعة؟ من تراب، هذا القاع من خالقها الله؟ من التراب، ها؟ أنت احسب أن الله خالق الأرض من حديد، هسه تعال انا وياك، بيك تزرع بيها ما ينزرع بيها، اللي يموت وين نودي؟ وين نشمره؟ وين نودي؟ وذا كله حديد، لا حقيقه يعني. زين، افرض ان الارض مخلوقه من طين، كلها طين، كارثه اذا كلها طين، زين. لكن شنو الله خلق الارض؟ خلقها تراب تنحفر، خلقنا منها وننام عليها ونبني عليها ونمشي عليها وناكل منها ونرجع إلى بطنها. شوف هاي القاع، هاي أمنا، هاي أمنا، هاي الأرض، هاي أمنا، زين. هذا التدبير، هذا كله ما يحتاج إلى خالق وهو الله سبحانه وتعالى. هذه تسمى آيات الآفاق، هذه تسمى آيات الآفاق.
اللي عن طريقها تستطيع أن تثبت وجود الله سبحانه وتعالى. بالمقابل عندنا آيات الأنفس. آيات الأنفس يعني شنو؟ نفسك أنت. أنت شوف، أنت لا تشوف نفسك جرم صغير كما يعبر عنه الإمام المولى أمير المؤمنين سلام الله عليه، لكن أنت عالم بكامله. هذا أنت جسمك، ترى أنت عالم بكبرى. أنت كلك أعاجيب، كلك أعاجيب. شوفوا الحسينية ايش كبرها، شوفوا الحسينية ايش كبرها. هاي شوف، هاي الحسينية منا، هاي شوفها شوفها منا، وهيك كم مرة أكبر من عينك كلها. الله هسه شوف، أنتم كلكم الله مخليكم بعيني. شوف، لا العين كبرت ولا الحسينية زغرت. شو القدرة الإلهية؟ من عرف نفسه فقد عرف ربه. تستطيع أن تعرف الله وتستطيع أن تثبت وجود الله سبحانه وتعالى عن طريق ماذا؟ عن طريق نفسك. إذن هذا النفس تسمى آيات الأنفس. هسه عرفنا آيات شنو مولانا؟ آيات الآفاق وآيات الأنفس. الآية الكريمة تعطي الآيتين، آيات الأنفس وآيات الآفاق. شوف الآية، خل أقرأها لك. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. هذه آيات الآفاق، السماوات والأرض. والآيات الأنفس، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أسبغ شنو معناها؟ أسبغ يعني أوسع، زين، يعني مدكم، أوسعكم بمن؟ أتم لكم هذه النعم، نعم ظاهرية ونعم باطنية لا تعد ولا تحصى. شنو هاي النعم الظاهرية والباطنية؟ شنو مولانا اللي القرآن يقول وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ أكو نعم ظاهرة وأكو نعم شنو؟ باطنة. شنو هذا الني؟ اسمع أخواني، كلش البحث حلو أو جميل، وما شاء الله كلكم منتبهين، ماكو زين. الرأي الأول عجيب. هذا الرأي جدا عجيب وجميل، ومما أعجبني هذا الرأي والله. هو كم رأي بي؟ يقول شنو هذه النعم الظاهرة والباطنة؟ يقول النعم الظاهرة والباطنة، الظاهر الرأي الأول، النعم الظاهرة سلامة الأعضاء، والنعم الباطنة سلامة قوى الأعضاء. شلون يعني؟ يعني مثلا هسه هاي عينك، شوف هاي عينك لسانك. ليش العين؟ هذا اللسان سالم، الله منطيك. شوف النعمة الظاهرية، لسان سالم، لسانك مثل بقية الناس، عيونك سالمات مثل بقية الناس، ايديك سالمات، رجليك سالمات، راسك، صدرك، بطنك، هذه كل شمولة، هذه سالمات. كل النعم هذه نعم ماذا؟ نعم ظاهرية، سلامة الأعضاء. بالمقابل هذا اللسان، هو ترى مو بس اللسان يحكي. هلا بالشيخ مولاي، حياكم الله، أهلا وسهلا مولاي. ترى مو بس اللسان يحكي، توجهوا مولاي حبيبي، توجه. هذا اللسان، شوف هذا اللسان، ترى مو بس اللسان يحكي، أكو قدرة، أكو قوة خلف اللسان، هي التي تدفع اللسان بمن؟ بالكلام. وإلا الأخرس ما عنده لسان؟ الخرس عنده لسان، يمكن لسان أحسن لساني مولاي، أطول من لساني بعد. لا حقيقة يعني الأخرس عنده لسان، كان ليش ما يحكي وأنت تحكي؟ إذن أكو عضو صاحي، سلامة العضو شيء وسلامة قوى الأعضاء هم شيء آخر. زين، أنا عندي هذا اللسان يحكي، الأخرس نفس اللسان ما يحكي، إذن شو يصير مولانا؟ العين مثلا، أنت ذاك اليوم طبع علينا واحد بالعراق، أحد الأخوة، شفت أمد إيدي على واحد ما يسلم علي، وأنا قاعد أسلم، هذا ما يرد، يعني أقول له مديت إيدي ما انتبه، فقال شيخنا هذا عمى، أعمى ولا فاك عينه، عيونه فاتح عيونه، زين هيش فاتح عيونه وكلا، ويرمش عادي ويرمش، هو عمى ما يشوف، زين؟ إذا نفس العيون اللي أنا عندي هذا ما عنده، بس ذاك ما يشوف أنا أشوف. إذا أكو قوة، أكو قوة، أكو قدرة المن مولانا ما وراء هذا العضو. إذا مو بس سلامة العضو شرط، لا، سلامة القوة، القوة التي في العضو هم شرط. إذا صارت النعم الظاهرية والباطنية شنو؟ الرأي الأول، النعم الظاهرية سلامة الأعضاء. النعم مولانا الباطنية سلامة القوة والقوى التي وين؟ في الأعضاء. إذن ظاهرية وشنو؟ وباطنية. هذا الرأي الأول، رأي جدا جميل ودقيق جدا. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني قال لا، الرأي الثاني يذكرون بعض العلماء، قال النعم الظاهرية
الحواس الظاهرية، العين، الأنف، اللسان، الأذن، هاي سلامة الأعضاء الظاهرية الظاهرية. ومولانا والباطنية قال الحواس أو النعم الغائبة التي لا تحس. شوف احنا عندنا هسه، شوف انت خشمي تشوفه، تشوف عيوني، تشوف راسي، هاي الاعضاء اعضائي، هذا اعضائي شنو، وانا اعضاء شنو ظاهريه، ها وين الاعضاء الباطنيه، وين النعم الباطنيه؟ العقل، العقل نعمه من الله، بس ظاهر لو باطن؟ هسه انت تقدر تراوين العقل؟ العقل ما وين العقل، ها وين هو العقل؟ زين احنا نشوف اثار العقل مو العقل. هسه انت شوف هاي قعدتك، قعدتك موزونه، تقول هذا مجلس الامام الحسين، مو قاعد بيت ابوي، فالقعده تختلف، ها تروح البيت اهلك قعدتك تختلف، تروح لبيتك قعدتك تختلف، صح ولا لا؟ زين يا اللي يعلمك العقل، عقلك يعلمك. فاحنا ما قاعد نشوف العقل، احنا قاعد نشوف شنو اثار العقل. انت تشوف لك شخص سوى له فرد عمل، تقول هذا عقل ما عنده، انت ما تشوف العقل عنده لو ما عنده، شو تشوف؟ أشوف آثار العقل. واضح مولانا؟ الشاغش يقول، يقول هذه الحواس الظاهرة هي النعم الظاهرية، والنعم الباطنية قال لا، النعم الباطنية ما أودع الله في الإنسان أشياء غائبة لا ترى بالعين، مثل العقل، مثل الروح، مثل الشعور، مثل قوة الحب. واحد يحب، أنت تحب أو تكره أو تزعل أو تغضب، هذا الغضب أطيني بالله، أنت هسه واحد طقك مثلا راجدي وأنت خدك صار حمر، صار عندك ألم، أعطيني بالله الألم مالك إيش قد بالمية مثلا، كم كيلو، كم متر، ها يتمتر كيلوات، ها لا، لأن هذه أمور ماذا؟ أمور غائبة. وهذا حبيبي، إذا قال النعم الظاهرية هي الحواس والأعضاء الواضحة المبينة ظاهرة، مثل هذه إيدي وخشمي وعيوني وهالأمور هذه، ها النعم الباطنية شنو؟ النعم الباطنية هي النعم التي لا ترى بالعين، مو محسوسة، ما قاعد تحسها، الروح، الشعور، الإرادة، العقل. واضح مولانا؟ هذه النعم شنو؟ باطنية. كم رأي صار؟ رأيا، خو ما عيدني بعد، ما أبي أعيدني مولانا، كل ما أريد أعيدني يشلع قلبي. زين؟ رأيا صارت، هاي الظاهرية والباطنية. الظاهرية على الرأي الأول ذكرنا سلامة الأعضاء وسلامة قوى الأعضاء. الثاني الرأي الثاني الأعضاء الظاهرة والأمور الباطنة الغائبة. زين هاي اثنين. الرأي الثالث، الرأي الثالث مولانا العزيز يذكرون العلماء قال لا، هسه هذا آراء متشابهة، قال حسن جمال الوجه، جمال الوجه وجمال القامة، يعني القامة يعني الهندام أقصد، يعني ها القامة المستقيمة، هذا الجمال، هذا الجمال هي أمور ظاهرية، والأمور الباطنة شنو؟ معرفة الله تعالى. هذه ثلاث آراء بالنسبة للأمور المحسوسة، لكن تجي لك الأمور الغير محسوسة، عجيبة هذا الرأي. أول رأي من الأمور الغير محسوسة عجيبة أخواني، يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، عجيبة والله أخواني، أنا كلش أدقق على هذا الرأي. شو يقول ابن عباس؟ اسمع هذا الرأي عيوني. ابن عباس دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن النعم الظاهرة والباطنة. هذا يا رأي، هذا رأي الرابع، هذا رأي الرابع. زين سأله قال له يا رسول الله ما هي النعم الظاهرة والباطنة في الآية؟ اسمع حبيبي عيوني اسمعني ايش قال له. فقال صلى الله عليه وآله وسلم يا ابن عباس النعم الظاهرية أما ما ظهر فالإسلام، الإسلام نعمة شنو؟ ظاهرية. وما سوى الله من خلقك، الإسلام نعمة ظاهرية، الأمور اللي سواها لك الله من الخلق شنو؟ نعم ظاهرية. زين وما أفاض عليك من الرزق، هاي نعم شنو؟ ظاهرية، رزقك، سيارتك، بيتك، زوجتك، أطفالك، هاي نعم شنو؟ ظاهرية. بعدين شنو مولانا؟ هاي الباطنية مهمة. قال وأما ما بطن، يعني النعم شنو؟ الباطنية عجيبة هاي. قال فسترى مساوئ عملك ولم يفضحك به. مو لولا إيش قد شذبنا إحنا؟ إيش قد شذبنا؟ إيش قد عندنا غيبة ونميمة؟ آخذ غيبته وأقعد يما أضحك وياه، صح لو لا؟ لو هذا قاعد اليمي، لو يدري أنا قبل ساعة تحكي عليه ما قاعد يمي، ها؟ إيش قد يمرن مثلاً أمور محرمة وأنا مسويها، بس وين أضمها بقلبي وقاعد والله ستار، الله ساتر لو مساتر؟ إحنا لو هسه واحد، أنتم
علي وأنا عليكم، هذا القاعد يمك لو واحد يضرب الثاني شو مسوين مولانا؟ واحد ما قاعد يضرب الثاني، مو أنا أقول، الإمام علي يقول. الإمام شو يقول سلام الله عليه؟ يقول اسمع، يقول الإمام أمير المؤمنين لو تكاشفتم ما تدافنتم. لو الله يكشف أعمالنا وغضايانا واحد ما يدفن الثاني، يقول خلي ولي هذا كان يسوي هيك. زين صح لو لا؟ زين. لكن النعم الظاهرية هاي الأمور، بس الباطنية ما بطن الله من مساوئ عملك ولم يفضحك بذلك. ودائما شو نقول؟ نقول يا ستار العيوب، أنت ستار، إيش قد عيوب عندنا إحنا؟ أنت ستار العيوب، أنت ستار العيوب. زين اسمع مولانا شو يقول؟ قال له وما بطن، نعم، فستر مساوئ عملك ولم يفضحك به. يا ابن عباس اسمع تكملة الرواية، يا ابن عباس إن الله يقول ثلاثة جعلتهن للمؤمن، ثلاثة خليتهن للمؤمن، ولم يكن له صلاة المؤمنين عليه من بعد انقطاع عمله، وجعلت له ثلث ماله أكفر به عنه خطاياه، والثالث سترت مساوي عمله ولم أفضحه بشيء. زين. إذن شنو النعم الظاهرية؟ الإسلام، الرزق، الأمور. الرسول يقول والنعم الباطنية شنو مولانا؟ مساوئ العمل التي شنو أخفاها الله وسترها على بقية خلقه. زين الشاهد هذه الرأي، كم رأي صار؟ أربعة. أي عفية بارك الله فيكم، ثلاثة كان أمور مادية وهذا الرابع أمر معنوي. أي مو تنسون، أي بس تنسون أنا بخلص أختم. زين الخامسة مولانا، أنا ما أريد أضايقك مولاي بس أريدك تأخذ الموضوع، خاطر تعبي لا يروح هباء منثور، صدقني قاعد وأطالع وقتي بغالي، فعلى غل أدري أكو ناس تسمعني مولانا، أكو شراية كلام. الشاهد مولاي العزيز هذا الرأي الخامس، الرابع الخامس والأخير إيش قال؟ طبعا أكو رأيين بعد كل المعنويات، هذا الرأيين الآخر ما يقبلون الجماعة، احنا ما نقدر يقبل ما يقبل، راجع احنا نتقيد بديننا وبمذهبنا. زين شو يقول الامام الباقر عليه السلام؟ يقول هذا الراي الخامس مو قال النعمه الظاهره، ها نعمه ظاهره وباطنه، النعمه الظاهره هو النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. هاي النعمه شنو؟ نعمه ظاهره. والباطنه، الباطنة أعجب. زين رسول الله رحمة نعمة وما أرسلناك إلا رحمة ها للعالمين. إذن هذه الرحمة نعمة ظاهرية لولا نعمة؟ قال له النعمة الظاهرة رسول الله. قال له والنعمة الباطنة؟ قال له النعمة الباطنة ولاية آل محمد. ساروا إذن الظاهر رسول الله والباطن يا هم أهل البيت سلام الله عليهم. شنو الدليل؟ الدليل القرآن الكريم. القرآن الكريم لما أرسل الله سبحانه وتعالى رسوله، الرسول هذا الدين والإسلام، هذا النعمة ظاهرة بس مو تامة. الإسلام لما أرسل الله رسول الله نعمة ظاهرة لكن كانت ناقصة، وين تمت؟ عافية تمت حسب الآية. خاف واحد جماعة يقصونها من نامنا وقالوا شوف شي يقولون. الرسول الله أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن شنو مولانا؟ كان دين كامل، الدين كامل وظاهر لكن ما كان تام. بمن تم؟ تم بآية ثانية لما رسول الله نصب علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، إيش قال القرآن؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم شنو؟ نعمتي نعمة الله ياهي ولاية أمير المؤمنين علي. هسا الشيء بالشيء يذكر، الشيء بالشيء يذكر، أكو أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام اسمه هشام بن الحكم، سامعين بي؟ من المتكلمين، هذا كان عنده علم الكلام وعلمه علي الإمام الصادق عليه السلام، أو كان حتى لحيته ما خاطه بعده، لحيته خفيفة بس عالم. فديوم دخل على الإمام الصادق عليه السلام والعلماء قاعدين من حول الإمام الصادق، فهشام بن الحكم التفت إليه الإمام سلام الله عليه الإمام الصادق، قال له يا هشام، قال له بلى، قال له أكو حوار صار بينك وبين عمر بن عبيد، عمر بن عبيد بالبصرة كان من الذين يخالفون الإمام الصادق ولا يقولوا بالإمامة، ينكر الإمامة، أصلا ماكو إمامة عنده،
الإمام علي مو إمام، الإمام الحسن مو إمام، ينكر الإمامة أصلا. هم بعد خلاص وقفت على حدها، خلاص بعد ماكو إمام. قال له أخبرني ماذا جرى بينك وبين عمرو بن عبيد. قال لي ابن رسول الله لا أستطيع الكلام في محضرك، أنا يتلجلج لساني قدامك أحكي. قال له إذا أمرتك فتكلم، إذا قلت لك أحكي أحكي. فقال له بلى يا ابن رسول الله. قال له بلغني ما بلغني من عمرو بن عبيد، هذا عمرو بن عبيد ينكر الإمامة، فأنا تعنيت للبصرة. يقول ده هاي البصرة، يقول دخلت إلى البصرة إلى الجامع المركزي في البصرة، جامع البصرة معروف جدا كبير، كان عمرو بن عبيد قاعد بالصدر وهاي الناس حشود كتف على كتف جدا ازدحام ما في مجال. يقول أنا تخطيت الرقاب وصرت بنص الناس بالوسط، خاطر اللي بالخلف شنو يسمع واللي قدامهم يسمع، يمين وشمالهم يسمعون بالوسط الناس سألوا هو يفتي. فأنا شلت إيدي، شقد ذكي هذا، شو شقد شاطر مولاي، شوف الاستنتاج. يقول شلت إيدي قلت له يا شيخ، بعد هو شبيب ماكو لحيته توه قاعد تطلع. قال لي يا شيخ عندي سؤال، لي إليك سؤال. يقول عاين عامر. قال له سل قدام الناس. قال لي يا شيخ ألك عين؟ عندك عين؟ قال له ويحك أي سؤال هذا؟ قال هذا سؤالي، هذا أنا هذا سؤالي. قل لي عندك لو ما عندك، قل لي إيه لو لا. قال له سأجيبك على سؤالك ولو كانت حمقى الأسئلة، أي حتى لو حكايتك إيش تعبانة بس على قد عقلك أنا أحكيك. قال له جاوبني، هذا شاطر ذكي يعرف أدب الحوار. قال له ألك عين؟ قال له بلى عندي عين. قال له ماذا تصنع بعينك؟ قال له أرى فيها، أشوف بيها، أشوف بيها الطريق، وأرى وأرى الألوان وأميز الألوان، هذا حمر هذا خضر هذا كذا. قال له زين، ألك أنف خشم؟ قال له عندي خشم. قال له ماذا تصنع بأنفك؟ قال له أشم به الروائح وأدري هاي رائحة طيبة هاي رائحة مو طيبة هاي كذا. قال له زين، ألك أذن؟ قال لي والله عندي ذان. قال لي شو تسوي بذانك هذا؟ قال لي اسمع بها الاصوات، الصوت الخشن والصوت الناعم والصوت الجميل والصوت كذا. قال لي هاي مزيان. ألك لسان؟ قال نعم عندي. قال لي شو تسوي لسانك؟ قال لي اتذوق به الاطعمه، الطعام، هذا مر، هذا حامض، هذا ماسخ، هذا مالح مثلا، واعبر عما في ضميري، عما في جوفي بلساني، اذا اكو شيء حكايات بقلبي احكيها باللسان. قال لي زين عافيه، بعد شنو عندك؟ ألك يد؟ قال لي عندي ايد. شو سوى بيدك؟ قال له أبطش بها وأحمل بها. قال له زين، ألك رجل؟ قال له نعم عندي رجل. قال له ماذا تصنع برجلك؟ قال له رجلي تنقلني من مكان إلى مكان حيث أشاء، وين ما أريد رجلي يشيلني. قال له زين، سأل ألك كذا إلى أن وصل. قال له ألك قلب؟ عندك قلب؟ قال له إيه عندي قلب. أسمع رجاء اسمعني. قال له شو سوى قلبك أنت؟ ها؟ قال له أعرض ما نظرت عيني، ما رأت عيني. العين كل شيء تشوف، تشوف زين وتشوف شنو؟ شين. اللي يأيد هذا زين لو شين ياهو؟ القلب. الأذن كل شيء تسمع، تسمع زين وشين. اللي يأيد هذا زين شو اسمع، هذا مو زين لا تسمع ياهو أي القلب. ها؟ إيش قال له؟ قال له أعرض ما رأت عيني وما سمعت أذني وما قال لساني وما شم أنفي وما رفعت يدي وما حملت رجلي على قلبي، فإن أيدها فأنا على خير، أنا على صواب. وإذا لا، القلب قال هذا مو زين، لا تعاين، لا تسمع، لا تشم، ها؟ يعني أنا على شر فأنا أتجنب. قال له ها، إذن مع سلامة أعضائك، هاي الأعضاء صاحية سالمة، هل نستغني عن القلب؟ قال له لا، شلون نستغني عن القلب؟ قال له حتى لو كانت العين سالمة نحتاج لمن؟ للقلب. حتى لو اللسان صاحي نحتاج للقلب، حتى لو ايدي ورجلي وهذه الامور كلها صاحيه نحتاج الى القلب. قال له اذن القلب امام الجوارح. قال له ايه، القلب امام الجوارح، يؤيد لنا الخير من الشر. قال له يا عمرو، الي هذه الاعضاء الوجيزه والمختصره لها امام يهديها الى الحق دون الباطل، وهل يترك الله بعد رسول الله هذا العالم وهذا الكون امام لا يهديهم لا الى الحق ولا الى الباطل؟ هاي الأعضاء تحتاج إلى حق وباطل وتحتاج إلى إمام، هذا الكون ما يحتاج إلى إمام يهدي إلى الحق والباطل؟ هذا وقف، وقف، قام قال له أرسلك جعفر بن محمد الصادق؟ اللهم صل على محمد عليه محمد. قال له أرسلك الإمام؟ لأن يدري هذول هذول إيش. قال له قال له لا يقولها ولا يتكلمها إلا من تتلمذ تحت يد جعفر بن محمد الصادق. أنت قدام الناس أنت حيرتني، ما عندي جواب لك.
زين أنت هشام، شوف صغير وصيت واصل وين للبصرة، أنت هشام ابن الحكم؟ قال له أجبني، أجبني جاوبني. قال له بلى تحتاج إلى إمام. قال له فالكون يحتاج إلى إمام، أتعرف من هو الإمام يا عمرو؟ قال له من؟ قال هو سيدي ومولاي جعفر ابن محمد الصادق. إذن مولانا العزيز هسه بعد هذا اللي نكتفينا احنا الرواية يعني، فش تقول الرواية الآية؟ تقول نعمه ظاهرة وباطنة. ايش قال؟ قال النعم الظاهرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والنعم الباطنة ياهم الأئمة الأطهار. فنك لو قلت لي كم رأي سارة؟ ماكو فايدة ضيعته. خمسة سارة مولانا، سارة خمسة. السادس أو الأخير بعد، السادس والأخير جدا حلو. زين ايش قال؟ قال خشوا من يا إمام، أنا بس كنت لا أنساها، من الإمام الكاظم عليه السلام. الرواية من الإمام الكاظم في كتاب كمال الدين مجلد الثاني صفحة 368 و369 وكتاب كفاية الأثر صفحة 266. اللي يريد المصادر هاي قاعد نطيم ولادة. شي يقول الإمام سلام الله الإمام الكاظم رايهم عجيب؟ قال وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. شو يقول الإمام؟ يقول فقال النعمة الظاهرة الإمام الظاهر، والنعمة الباطنة الإمام الغائب. خوش تفسير حلو، كلش حلو، لأن احنا عندنا الأئمة نوعين، لو ظاهر مشهور لو غائب مستور. ها الظاهر المشهور ياهو من علي بن أبي طالب للإمام العسكري عليه السلام، الغائب ياهو الغائب الإمام الحجة بن الحسن العسكري الإمام المهدي. إذا نعم ظاهرة ونعم باطنة. النعم الظاهرة الأئمة اللي بالظاهر موجودين، مشهورين موجودين، والنعم الباطنة الإمام الغائب اللي هو الإمام الحجة أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. ثم يفصل الإمام لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم لا آخر مولاي. زين هذه بالنسبة إلى ماذا؟ الآية الكريمة. قبل لا أختم الآية أكو رواية شوية حساسة، أكو بعض الروايات إخواني حتى الخطيب هم يتردد يقرأها ما يقرأها ما أدري. زين هسه على العموم نقرأ إحنا إن شاء الله. لما أجت هذه الآية نزلت، خلطيك المصادر، خلطيك المصادر خاطر بعد البراقي تقوى. زين كتاب البرهان في تفسير القرآن المجلد الرابع صفحة 377 الرواية اللي راح أقرأها لك. كتاب الأمالي للطوسي مجلد الثاني صفحة 105. كتاب نور الثقلين مجلد الرابع صفحة 213. الإمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاعدين الجماعة من حوله، قالهم إن الله أغدق عليكم وأسبقكم بالنعم الظاهرة والباطنة، فما هي النعمة التي أنعم الله عليكم؟ كل من قال حكاية التفت إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. إيش قال الإمام علي؟ أسمع الرواية. قال له يا أبا الحسن، قال بلى يا رسول الله. قال ما أول نعمة نعم أنعمها الله عليك؟ ما هي النعم التي أنعم الله عليك يا أبا الحسن؟ زين شنو؟ قال فداك أبي وأمي يا رسول الله. شوف الجواب. وإنما هدانا الله بك، أي أكبر نعمة اللي الله شنو؟ الله هدانا بك، يعني أنت سبب الهداية. قال ومع ذلك فهات، ولو أن الله هاديك بي هاي نعمة صحيح، لكن مع ذلك شنو؟ اعطيني شنو النعم اللي الله انعم عليك. زين ما اول نعمة انعم عليك بها شنو؟ فقال امير المؤمنين. الله شوف الحكي، الحكي من بليغ، الحكي من امام، الحكي من فصيح كعلي بن ابي طالب. شوف الكلام، اعجبتني الرواية. ايش قال الامام سلام الله عليه؟ قال ان خلقني جل ثناؤه ولم اكو شيئا مذكورا. اول شيء شنو؟ خلقني وانا ما اكو شيء من لا شيء. زين قال صدقت يا أبا الحسن. فما الثانية؟ احسب النعمة الثانية. قال أبو الحسن أن أحسن بي إذ خلقني فجعلني حيا لا مواتا. الله خلقني شنو؟ حي، أتحرك أأثر وأتأثر. قال صدقت يا أبا الحسن. فما الثالثة؟ قال علي أن أنشأني فله الحمد في أحسن صورة وأعدل تركيب. أحسن شكل الله طالنا إحنا، هاي أحسن، هاي النعمة الثالثة. قال صدقت يا أبا الحسن. فما الرابعة؟
قال أن جعلني متفكرا راغبا، خلاني شنو؟ مخلوق عاقل، عندي عقل. قال له صدقت يا أبا الحسن. فما الخامسة؟ كل قاعد تسمع الجماعة كلها قاعد تسمع. فما الخامسة؟ قال أن جعل لي شواعر أدرك بها ما ابتغيت بها. أبطاني شنو مولانا؟ شعور وإدراك، أدرك الأمور. وجعل لي سراجا منيرا. قال صدقت يا أبا الحسن. فما السادسة؟ قال السادسة أن هداني لدينه، هداني لدينه ولم يضلني عن سبيله. قال صدقت يا أبا الحسن. فما السابعة؟ قال أن جعل لي مردا في حياة لا انقطاع لها. النعمة السابعة شنو مولانا؟ أن الله راح يوديني إلى دار الخلود، يطلعني من دار الفناء إلى دار البقاء. زين، هاي السابعة. الثامنة قال أن جعلني ملكا مالكا لا مملوكا. أملك وما يملكوني، أنا أملك مثلا غنم، أملك بقر، أملك الحيوان، بس ماكو حيوان يملكني، لا أنا ملكي. زين، بعد قال صدقت يا علي. فما التاسعة؟ قال أن سخر لي سماءه وأرضه، السماء والقاع الله سخرها لي، وما فيهما وما بينهما من خلقه، مو بس السماء والأرض، حتى اللي بيناتي من الخلق لي. قال صدقت. فما بعد ذلك؟ هذا شنو؟ إيش قال الإمام؟ قال يا رسول الله كثرت نعم الله فطابت ثم تلا، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. تقول الرواية فتبسم رسول الله، اسمع اسمع، فتبسم، هاي آخر شيء بس ردة قوية، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ليهنيك الحكمة وليهنيك العلم يا أبا الحسن، أنت وارث علمي والمبين لأمتي ما اختلفت فيه من بعدي، وأنت خير خلق الله بعدي. هذه كلها نعم لو مو نعم؟ من جملة ما أنعم الله علينا وحرم الغير حب الحسين. إخواني إذا إحنا ما عدنا الحسين وين نروح؟ اي والله وين نروح؟ بالله تعال قل لي، لا مجالس. يعني احنا الان ايش قد نرتاح بمجلس الحسين؟ البكاء على الحسين نعمه، الله انطانا مجالس الحسين نعمه، حب الحسين نعمه، اللي ما عنده حب الحسين هذا فاقد هذه النعمه. الله انعم علينا هذه النعمه ظاهره وباطنه، الظاهره حب الحسين عليه السلام، والباطنه ما نراه من كرامات ومعاجز من الحسين عليه السلام. وين معاجز الحسين؟ شنو تقولين حسين حسين؟ وين معاجز الحسين؟ هاي معاجز الحسين، 30-40 مليون يروحون إلى زيارة الحسين، هاي مو معاجز؟ هاي مو معاجز؟ المعاجز شلون قالوا مولانا؟ هاي كلها معاجز. مرة كبيرة بالسن تروح مشيا من البصرة إلى كربلاء، مو معاجز؟ مرة عندها طفلين، طفل بيده والثاني شايلته وتمشي من البصرة لحد كربلاء، هذا مو معاجز؟ رجال كبير مقرب ما عنده شلل يمشي عليه، اركبه مولاي خلي هنا حذاء هنا حذاء ويمشي، هذه مو معاجز مولانا؟ هاي كلها معاجز، هذا كلها معاجز على الحسين، هاي نعمة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ها، ولهذا فقد هذه النعمة حسرة، فقد هذه النعمة حسرة لصبره الجزيل وما قدمه الحسين في سبيل الله تعالى. وبالفعل وقف الحسين صلوات الله وسلامه عليه حتى قتل وحملت سباياه ونساؤه من بلد إلى بلد، وطافوا برأسه من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان، حتى كانت تبكي الحوراء زينب تجلس في منتصف الليل تتوجه لأهلها، ماذا رأيت يا زينب؟ شنو مر عليك يا زينب؟ ها ماذا جرى عليك؟ قالت أنا اللي شفت نارين، لكن نار شد من نار وحدة حرقت خيمتنا وحدة حرقت باب الدار. يا زينب هاي نارين نارين نار، أنا اللي شفت نارين لكن نار شد من نار وحدة حرقت خيمتنا يا وحدة حرقت باب الدار. أنا اللي يشف الصدرين يا صدرين مولاتي، أنا اللي يشف الصدرين صدر أم الحسن واحد،
صدر ام الحسن واحد الصدر اخوي حسين. الله الله يا زينب بعد بعد ماذا رايتها؟ قالت انا اللي شفت طفلي انا يا يمه، انا اللي شفت طفلي طفل ام الحسن واحد ويا حط طفل اخوي حسين. بعد يا زينب ها اسمع اسمع هذا البيت يجرح القلب. ها صاحت انا اللي فجعني البين وانا الشاهد الطشتين. وين هالطشتين ايش فيهن والله؟ وين قلبك راح؟ خل نذكر المظلوم. ها انا اللي فجعني البين، انا اللي فجعني البين وانا الشاهد الطشتين. جبن الحسن واحد بيه يا اخوي، جبن الحسن واحد بيه. اقولها لو لا هو واحد بيه راس حسين. بعد يا زينب قالت انا زينب الحرة من اهلي طلعت مفجوعة، انا زينب الحرة من اهلي طلعت مفجوعة وانا الشاهد تشفي للعباس مقطوع. يا زينب بعد بعد يا زينب مقطوعة وانا شفت اخوي حسين كلها مظلوع. ايوا حسينا ايوا سيدا خويا والصدر ما ينشال شيل له والصدر اخوي مرض رضى ضلوعه. انا وصدري حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. اللهم شافي وعافي كل مريض يا الله. اقضي حوائج المحتاجين بباب الحوائج موسى بن جعفر يا الله. اللهم عجل في فرج المولى صاحب العصر والزمان، واجعلنا من أنصاره وأشياعه واللائدين تحت لوائه يا الله. وإلى شرف النبي والأئمة الطاهرين أهلنا ذوينا من له حق علينا أمواتنا أمواتكم مؤسسي هذا المأتم الشريف، رحم الله من يقرأ الفاتحة معطرة بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. على جروحي وقمر